بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم هي بعنوان قوى القصور الذاتي في الأجزاء الترددية للماكينة البسيطة. قبل ما ندخل احنا لازم نعرف شنو معنات قوة القصور الذاتي. لما أخذنا احنا مثلا بمفهوم الميكانيك نعرف بأن قوة القصور الذاتي هي عبارة عن قوة معاكسة للحركة، أي يكون اتجاهها بعكس اتجاه الحركة للجسم. مثلا لو فرضنا احنا عندنا جسم جاسي، هذا الجسم بحالة ثبات، اي انه ثابت هذا الجسم، واحنا نحاول نحرك هذا الجسم. اذا راح تعاكس هذه الحركة قوة تسمى قوة القصور الذاتي، اللي تحاول ان تبقي الجسم بموقع الاستقرار. كذلك الحال مشابه اذا كان الجسم بحالة حركة واحنا نحاول نوقف هذا الجسم عن الحركة، اذا معناته راح تتولد لي قوة معاكسة لهذه عندك أو قابلية إيقاف الجسم. هذه القوة تسمى قوة القصور الذاتي. تعطى قوة القصور الذاتي بالمعادلة الرياضية هي سالب الأم للأي، حيث أنه الأم للأي حسب قانون نيوتن الثاني هي عبارة عن القوة المسلطة، أنه مجموع القوى عبارة عن الكتلة في التعجيل. إذا القوة القصور الذاتي راح تكون قوة معاكسة لقوة التعجيل تساوي سالب الأم في الأي، حيث الأم هي تمثل كتلة الجسم والأي هو مثل التعجيل الخطي لمركز الكتلة لهذا الجسم. أيضا شيء مشابه بحالة إذا كانت الحركة دورانية للجسم، إذا راح يتولد لي هنالك عزم قصور ذاتي وأيضا يتولد لي عزم للتعجيل. أيضا هنا عزم القصور الذاتي الانيرشيتور هو يكون مساوي بالمقدار ومعاكس بالاتجاه بالنسبة لمن إلى عزم التعجيل بالنسبة للجسم. Velocity and acceleration السرعة والتعجيل of the piston إلى المكبس. لو تأمل نحن ساعدنا هذه ماكينة بسيطة، ماكينة ترددية بسيطة مكونة من ذراع، عندك هنا عندك هذه مثل هو الكرنك، وهذه يمثل اللي كان يمثل السي للأو، وعندي ذراع التوصيل يمثل البي للسي. طول ذراع التوصيل هو مقداره ال، وطول مقدار الكرنك هو يمثل الار، مثل قطر الكرنك يمثل لك الار. البي تمثل هي البستن، اي البستن يتحرك من النقطه البي داش الى البي قاطعا ازاحه خطيه مقدارها الاكس. خلال زاوية يعمل الكرنك مقدار ثيتا مع المحور الأفقي أو مع طول عندك الشوط أو خط الشوط اللي هو يمثل الـ PO. ذراع التوصيل يصنع زاوية مقدارها فاي مع خط الشوط اللي هو الـ P للـ O، ويتحرك أن احنا أن المكبس كأنه يتحرك من الـ Inner Dead Center من النقطة الداخلية الميتة إلى الـ Outer Dead Center النقطة الداخل الخارجية الميتة، رمز لها بالرمز سي داش و سي دبل داش. وهذا يمثل الال الكلي يمثل هو طول الشوط بالنسبة لمن للمكبس. اذا هنا الازاحة الخطية تعطى بهذه المعادلة، معادلة رقم واحد الاكس هي الازاحة الخطية للمكبس تساوي لك الار في مقدار واحد ناقص الكوساين تيتا زائدا ساين تربيع للثيتا اوفر 2n. هنا الان يمثل هو النسبة ما بين طول ذراع التوصيل الال الى نسبة الى طول الكرنك اللي يمثل لك الار، اي انه الان تساوي لك الال اوفر ار ان اوفر ار. هذه المعادلة واحد، اذا من خلالها اقدر احسب الازاحة الخطية للمكبس البستن اللي هي نقطة البي تعال هذه الاكس، تحسب بهذه المعادلة اللي تساوي لك ال R في واحد ناقص كوساين ثيتا زائد ساين تربيع ثيتا over 2n. الآن نجي نحسب ال velocity of the piston سرعة لهذا البستم. طبعا السرعة للبستم نستخدم المعادلة رقم واحد، نشتقها بالنسبة للزمن مثل ما نعرف احنا السرعة هي عبارة عن المشتقة الأولى بالنسبة للإزاحة بالنسبة للزمن. إذا ال velocity راح نقول ال V لل P مثل سرعة المكبس هي تمثل دلتا X over دلتا T، وهذه المعادلة نقدر نكتبها بالصورة التالية هي دلتا X over D theta في D theta over DT. احنا مثل ما نعرف D theta over T اي مشتقة عندك
الإزاحة الزاوية اللي هي الثيتا بالنسبة للزمن تمثل لك هي الأوميجا، إذن هاي هي تمثل الأوميجا. تبقى عندنا دلتا إكس أوفر دي ثيتا، أي نشتق الإكس بالنسبة للثيتا. نروح إلى هذه المعادلة رقم واحد، راح نشتقها. الواحد هو مشتقة الصفر، يبقى عندنا سالب كوساين ثيتا. سالب كوساين ثيتا مثل ما نعرف أن كوساين ثيتا هي مشتقتها سالب الساين، إذا راح يكون السالب في السالب يصير موجب ساين، زائدا ساين 2 تربيع ثيتا مشتقتها هي 2 ساين ثيتا في كوساين اللي هي ثيتا مشتقة اللي هي الساين مشتقتها أيضا كوساين على 2n. راح نسطي هذه المعادلة، تطلع عند المعادلة اللي هي السرعة للمكبس V للبي تساوي لك الأوميجا في الـ R في ساين ثيتا في ساين 2 ثيتا أوفر 2n. طبعا هذه منين جبناها عندك ساين ثيتا؟ لأنها راح يطلع عندي 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا، وعندي بالرياضيات يعادل هذه يمثل ساين 2 ثيتا. هاي تمثل هي معادلة السرعة بالنسبة للمكبس. نجي للتعجيل. التعجيل مثل ما نعرف هو المشتقة عندك الأولى بالنسبة للزمن بالنسبة للسرعة، فراح نشتق معادلة رقم 2 فراح أو نقدر نكتبها dt over d theta في d theta over dt، وأيضا هنا عندي تمثل لك أوميجا فراح نطلع الأوميجا هنا. تبقى عندنا مشتقة السرعة بالنسبة للزاوية الثيتا. راح نروح للمعادلة فوق، عندي ساين ثيتا مشتقة راح تعطيني كوساين ثيتا، ساين 2 ثيتا راح تعطيني 2 ساين 2 عندك هنا 2 ساين عندك كوساين ثيتا، مشتقة الساين هي كوساين والثنين هاي تمثل المعامل الثيتا راح يطلع، فراح 2 كوساين ثيتا أو 2 ثيتا على 2 للآن، الاثنين من بسطه من المقام راح تختصر، راح تبقى عندي كوساين ثيتا في كوساين 2 ثيتا أوفر إن، هاي المعادلة 3. إذا صارت عندي 3 معادلات، المعادلة رقم 1 هي راح تعطيني الإزاحة بالنسبة للمكبس، المعادلة رقم 2 راح تعطيني هي السرعة بالنسبة للمكبس، والمعادلة رقم 3 راح تعطيني هي التعجيل بالنسبة للمكبس. عندي ملاحظات هنا، عندما يذكر بالسؤال عندك بأنه الكرنك is at inner dead center، عندما يكون في الموقع inner dead center، فإذا معناته الزاوية تكون هي ثيتا صفر، أي أنه بعد ما كأنه الحركة ما بادية inner dead center، أنه ثيتا صفر. وعندما يذكر بأنه الكرنك عند الأوتر ديد سنتر، فإذا معناته الزاوية هي 180 درجة. نجي شلون نحسب الأنجولار فيلوسيتي، السرعة الزاوية عند الأكسلريشن of the connecting rod. راح نحسب التعجيل الزاوي والسرعة الزاوية لذراع التوصيل. ذراع التوصيل احنا عندنا بالرسم هو يمثل ال P بال C اللي هو طوله مقدار L. فنحسب عندك الإزاحة أو عندك هنا السرعة الزاوية الأوميجا لل P بال C، نحسبها من المعادلة التالية اللي تقول الأوميجا في كوساين ثيتا أوفر N. الآن الأوميجا شو تمثل؟ هي تمثل عندك السرعة الدورانية للكرنك في كوساين ثيتا، ثيتا تمثل الزاوية للكرنك على الان، الان هو يمثل نسبة ال L over R، يعني مثل طول الكونكتينج رود مقسوم على مقدار الطول الكرينج عندك اللي هو يمثل لك ال R. يجي ليش نحسب ايضا هنا التعجيل الزاوي للكونكتينج رود. طبعا التعجيل الزاوي هو يمثل لك يطابق المعادلة رقم 5 اللي يمثل سالب الاوميجا تربيع في ساين ثيتا over R، سالب الأوميجا تربيع يمثل هنا الأوميجا إنها يمثل السرعة الزاوية للكرنك، الثيتا تمثل الزاوية للكرنك، والآن هي تمثل نسبة ال L over R. نأخذ example one. If the crank and the connecting rod are 300 mm and 1 متر long respectively، أين 300 يمثل هو ال R طول الكرنك، وال 1 متر هو يمثل لي طول الكونكتينج رود ذراع التوصيل. And the crank rotates at a constant speed، ويدور الكرنك بسرعة ثابتة 200 rpm، أين الأوميجا مطلق إياها أو الآن مطلق إياها rpm من عندها نطلع في الأوميجا. Determine the crank angle، زاوية الكرنك at which the maximum velocity occurs، يريد من عندك زاوية الكرنك اللي هي أيضا هنا ثيتا اللي تحقق لي شرط اللي هو يكون ماكسيمم فيلوسيتي اكور، نقصد بها ماكسيمم فيلوسيتي اعلى سرعه للبستم. ثانيا ماكسيمم فيلوسيتي اوف ذا بستم، اي مقدار هذه السرعه العظمى للبستم. نجي المقيم بالسؤال الجذن، الار يمثل عندك الكرنك
قصر القطر الكرنك ال R 300 ملم ويساوي الحول للمتر كوانتي 3 متر. ال L يمثل طول درع التوصيل مطقية 1 متر. ال N عدد الدورات اللي يدورها عندك الكرنك 200 RPM. من عندها نطلع الأوميجا اللي يساوي لك 2 باي في ال N over 60 وتساوي 20.95 راديان بير سكند. المطلب الأول مطيني يريد السؤال الكرنك أنجل الزاوية الكرنك أنجل at which maximum velocity occur. نطلع قيمة الان. الان هي مثل الال طول ذراع التوصيل على مقدار الار وتطلع 3.33. نجي للسرعة. احنا نعرف السرعة مالت البستن هي تطابق المعادلة الرقمية اللي اشتقيناها وطلعت هاي المعادلة الاوميجا في الار هي ساين ثيتا زائد ساين 2 ثيتا اوفر 2 ان. اذا هذه عندك هنا شو تكون ماكسيمم؟ ماكسيمم اذا كانت مثل ما اخذنا احنا بالرياضيات تكون المشتقة اذا كانت المشتقة الاولى تساوي صفر. يعني مثلا لو اخذنا عندي هنا تلاحظ انا عندك هذا هنا مستوى هذا عندك مستوى x تلاحظ هذا عندك y هذا عندك y وعندي فد معادلة هاي المعادلة هي من درجة الثانية بها ساين وكوساين اي معادلة فهذا هو يمثل الماكسيمم نقطة الماكسيمم احنا ماخذين هنا بالرياضيات مشروع الرياضيات بانه يكون السلوب يساوي صفر السلوب هو يمثل المشتقة الاولى اذا هنا عندي المشتقة الاولى مال هاي المعادلة اللي هي بي للبي يجب ان تساوي صفر اذا راح اشتقها واساوي المشتقة المن للصفر فاذا راح اشتق هاي المعادلة فتصير الاوميجا بالار خارج عندك خارج الاشتقاء الساين هو مشتقة كوساين وهذا مشتقة ساين 2 ثيتا هو مشتقة 2 كوساين 2 ثيتا على 2 للان على 2 للان هاي تساوي صفر الان انا عندي علاقه بالرياضيات ايضا شو تقول؟ تقول بانه الكوساين 2 ثيتا ممكن ان استبدله ب 2 كوساين 2 ثيتا ناقصا 1 فراح اعوضه بهذه المعادله راح تصبح المعادله التاليه ان كوساين ثيتا زائد 2 كوساين 2 ثيتا ناقصا عندك 1 ناقصا 1 اصبحت هاي المعادله كلها تساوي صفر ارتب المعادله أرتب هذه المعادلة فأصبحت 2 كوساين 2 ثيتا زائد n كوساين ثيتا ناقص 1 يساوي 0 هاي المعادلة هي مشابهة لهاي المعادلة كأنه a 2 هي تمثل لك ال a الكوساين تربيع راح استبدله كأنه y هو فتصير y تربيع زائد ال b اللي تمثل لك ال n الكوساين ثيتا قلنا يمثل هنا عندك ال y زائد ال c تساوي 0 إذا هذه المعادلة هنا عندك الـ A في هاي المعادلة راح يساوي لك 2 الـ B هي تساوي لك الـ N وتساوي 3.331 3.3 و C تساوي لك هي السالب 1 هاي المعادلة تحل بطريقة الدستور من عند الكوساين ثيتا هو باعتبار الـ Y اللي راح أطلع الجذر هاي المعادلة معادلة من درجة ثانية فالمعادلة شو تعطيك؟ تعطيك هنا عندك اللي هي سالب الـ B سالب الـ B زائد ناقص تحت الجذر B تربيع ناقصاً 4 ال A في C نجي نعوض السالب ال B معناته سالب 3.33 زائد ناقص ال B تربيع معناته 3.33 تربيع الإشارة مالت القانون هي سالب الأصل فسالب الأربعة في ال A اللي هو 2 في C اللي هو سالب 1 فالسالب في السالب شو يصير؟ يصير موجب على 2 A اللي هو قانون الدستور 2 A يعني 2 في 2 وتساوي لك 0.26 إذا وجدنا شيء من كوساين ثيتا من عندها راح اخذ كوساين انفيرس لهذا المقدار 0.26 راح تطلع عن الزاويه جيد مقدارها 75 درجه اذا الزاويه 75 درجه تعطيني ماكسيموم فيلوسيتي اذا المطلب الثاني هو رايد مقدار الماكسيموم فيلوسيتي اذا اعوض هاي الزاويه اللي حصلتها بالاشتقاق هنا عندك الكوساين ثيتا اللي هي مقدارها 75 تعطيني اعظم عندك هنا السرعه بالمعادله فاذا بي بي ماكسيموم الاوميجا في الار في ساين 75 ساين 2 في عندك ثيتا يعني 2 في 75 هي 150 على 2 في الان وتساوي لك 6.54 متر على ثانية هذا هو الجواب عندك هوم وورك 1 وهوم وورك 2 على نفس عندك اللي هي المعادلة 1 والمعادلة 2 والمعادلة 3 اي خاصة بالازاحة والسرعة والتعجيل نجي الان الى موضوع اللي هي القوى على اجزاء الماكينة التردد The various forces acting on the reciprocating parts. القوى
عندك المختلفة المؤثرة على عندك الكتل الترددية للهوريزونتال انجن لماكينة افقية as shown in figure كما مبين بالشكل. لاحظ هذا الشكل يمثل لي ماكينة، هذه الماكينة افقية، هذه الماكينة افقية مكونة من عندك هذا هو المكبس، هذا هو البستن، وهذا يمثل هو ذراع التوصيل اللي هو الفيل السي، والسي للاو يمثل الكرنك مثل الاو. احنا هنا الهدف من عندنا نريد نعرف القوى المتولدة في كل جزء من اجزاء هذه عندك الماكينة البسيطة. فراحنا طبعا هنا عندنا فرضيات لنوزيل القوى. الحالة الاولى انه احنا فرضنا همنا الاوزان بالنسبة للكونكتنج رود عندك بالنسبة للكرنك ايضا، وايضا همنا تأثير قوى الاحتكاك. نجي القوى المسلطة، اول شيء تمثل هي البستن ايفورت، جهد البستن. هنا بالرسم يمثل الاف للبي، اي يمثل القوة المسلطة على البستن، واللي تعمل امتداد عمل خط عملها يمثل على امتداد طول الشوط اللي هو يمثل البي او على خط الشوط. اذا هذا مثل هي قوة افقية الاف للبي. الاف للبي شو تساوي لك؟ تساوي لك هي عبارة عن الاف للال زائد ناقص الاف للاي. نريد نعرف شنو الاف للال وشنو الاف للاي. الاف للال هي تمثل النت لود، هي تمثل صافي الحمل on the piston على المكبس. الاف ال هي تمثل هي صافي الحمل على المكبس زائد ناقصا الاف للاي تمثل قوة القصور الذاتي. الاشارة السالبة والموجبة شو نستخدمها؟ الاشارة السالبة نستخدمها بحالة التعجيل، اي انه عندك هنا الكرنك بحالة التعجيل زيادة عندك هنا السرعة الدورانية، والإشارة الموجبة نستخدمها بحالة التباطؤ، اي انه عندك هنا الكرنك يكون بحالة تباطؤ، التعجيل يكون سالب. اذا هنا جهد المكبس الافلي بي هو يمثل طبعا هنا اسمه نت فورس، هو يمثل صافي القوة المؤثرة على المكبس او الكروس هيد بن، يمثل معناته على رأس المكبس طبعا على امتداد الشوط، لانه يمثل هو البي للاو، وهو حاصل عندك الجمع الجبري لكل من الاف للال زائد من الاف للاي. وقلنا الاف للال تمثل هي صافي الحمل المسلط على البستن، وزائد ناقصا الاف للاي تمثل قوة القصور الذاتي. والاشارة السالبة قلنا نستخدمها في حالة التعجيل، اي انه التعجيل يكون موجب، وعندك الاشارة الموجب نستخدمها في حالة التباطؤ، اي ان التعجيل يكون سالب. الآن نجي شلون نحسب الاف للال والاف للاي حتى نعوضها بالمعادلة رقم واحد هذه ونطلع القوة المثل جهد المكبس الاف للبي. نجي نحسب الاف للال. النت لود او ذا بيستم الاف للال، طبعا الاف للال هو يمثل عبارة عن القوة الناتجة عن تأثير الضغط الناتج عن حرق الوقود. ان ادبل اكتنج كوبريكيتنج ستيم انجن بالماكينة البخارية ذات التأثير عندك المضاعف أو الدبل المزدوج، يعطى بالمعادلة عبارة عن الـ P1 في الـ A1 ناقص الـ P2 في الـ A2. يمثل الـ P1 في الـ A1 يمثل هو عبارة عن الضغط ومساحة المقطع للمكبس العلوية اللي هي تكون على تماس مباشر مع الغازات أو مع البخار، ناقصا الـ P2 في الـ A2 يمثل هو عبارة عن الضغط ومساحة المكبس عندك الأخرى اللي هي تكون مواجهة للضغط، وهاي تكتب المعادلة P1 في الـ A1 ناقصا الـ P2 في A1 ناقصا الـ A small. هنا يتمثل الـ A2 هي تمثل المساحة الثانية للمكبس اللي يكون من ضمنها أيضا مساحة التوصيل اللي عندك ما بين ذراع التوصيل والمكبس. فعند ذلك راح شو نسوي؟ نطلع المساحة الصافية، أي نطرح مساحة التوصيل او عندك مساحة المقطع بالنسبة لمن؟ لذراع التوصيل اللي هي مرتبطة بالمكبس، فراح نقول A1 ناقص A2. اذا هنا عندك اذا بالسؤال ايضا اعطاني مثلا اعطاني ضغط B اللي يمثل هو محصلة الضغط مطينية على المكبس، واعطاني القطر للمكبس او قطر الاسطوانة او ما يسمى بالبور للسلندر دايمتر. عند ذلك أنا ما راح أستخدم هاي المعادلة اللي هي رقم 2، إنما رأسها مباشرة نحسب من المعادلة الـ F للـ L تساوي الضغط المطينية الـ P في مقدار المساحة بالنسبة لمن للمكبس باي على 4 في دي تربيع. طبعا هذا يستخدم مش وقت إنه إذا باعتبار إنه مهملة المساحة الصغيرة بالنسبة لمن؟ لمساحة المقطع بالنسبة لذراع
التوصيل بها بالمعادلة فرأسها مباشرة. وبعض الأحيان هذا الـ P هو يعطيني عبارة عن فرق بالضغط، يعني P1 ناقصا P2 فمباشرة عوض P1 ناقصا P2 أضربه مباشرة في هذه المساحة باي على 4 في D للتأبيد. الثانية بحالة إذا كانت الماكينة عمودية، احنا أخذنا الحالة الأولى طبعا هذا عندك المعادلة رقم واحد بحالة وقت إذا كانت الماكينة أفقية. زين الآن شنو يتغير إذا كانت الماكينة عمودية؟ إذا كانت الماكينة عمودية في FLP يعني جهد المكبس راح ينضاف له في المقدار، هذا المقدار هو زائد ناقص WR. نريد نعرف شنو زائد ناقص WR. أول شنو هو WR؟ يمثل هو عبارة عن الوزن للكتل الترددية، يمثل الوزن للكتل الترددية. طبعا هذا الوزن للكتل الترددية أي أنه يشمل تأثير كل من البستم نفسه وعندك الرأس البستم وكذلك البن اللي يثبت المستم بالبستم بذراع التوصيل. إذا المعادلة راح تصير الاف ال تي تساوي الاف ال ناقص زائد الاف ال اي زائد ناقص الدبليو ال ار. واحنا هنا شو وقت نستخدم الموجب وشو وقت نستخدم السالب بالنسبة للدبليو ار للماكينة اللي تكون vertical engine. هنا نستخدم الموجب إذا كان المكبس يتحرك من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلى، أي الحركة من الأعلى إلى الأسفل، فراح نضيف الدبليو ال ار. وإذا كانت الإشارة عندك سالبة شوكت إذا كان المكبس بالعكس يتحرك من الأسفل إلى الأعلى، أي من النقطة الميتة السفلى إلى النقطة الميتة العليا. إذن الـ WR هو يمثل الـ Weight of the عندك Recuperating Force in Newtons ويعطى بالمعادلة. الوزن هو عبارة عن الكتلة في التعجيل، الكتلة للكتلة الترددية مضروبة في التعجيل الأرضي لو 9.81 متر على ثانية تربيع. نجي الـ Inertia Forces. شلون نحسب الـ Inertia Forces؟ الـ Inertia Forces of the Recuperating Force تحسب بالمعادلة التالية. الـ FI تمثل عبارة عن الكتلة في التعجيل، الكتلة يمثل كتلة الكتل الترددية مضروبة في التعجيل يمثل تعجيل البستم اللي اعطيناه بالمعادلة رقم 3 السابقة اللي اشتقيناها اللي يمثل الأوميجا تربيع في الـ R في كوساين تيتا في كوساين 2 تيتا over N، والآن قلنا يمثل كتلة الكتل الترددية. الآن نجي نحسب أيضا الـ Force Acting القوة المؤثرة along the connecting rod على امتداد طول الكونكتنج رود أو تمثل القوة المحورية بالكونكتنج رود. لو نرجع عندك الرسم من قبل تلاحظ هذه هي القوة المؤثرة تمثل الاف للكيو، الاف للكيو تمثل القوة على امتداد ذراع التوصيل. هنجي شلون نحسب الاف للكيو؟ ممكن أن نستخدم مثلث القوى، هذا تلاحظ هنا مثلث القوى، هذه الاف للكيو تمثل على امتداد ذراع التوصيل تمثل الوتر هنا بالمثلث، وهنا عندي الـ F للـ P اللي حسبتها أني بالمعادلة السابقة، الـ F للـ P عندي، وهي تمثل الـ FN تمثل القوى العمودية أو عندك هنا المؤثرة على أسطح الأسطوانة أو المؤثرة على المسار الانزلاقي بالنسبة للمكبس، أي مثل رد الفعل العمودي. إذا عندي مثلث، هاي تمثل نظرية فيثاغورس B، الـ F للـ P تمثل الوتر على امتداد ذراع التوصيل، والاف لل بي يمثل القوة عندك جهد المسلط على المكبس، والاف ان يمثل رد الفعل العمودي على جدران الاسطوانة. الاف لل كيو عندي انا اريده، فلل كيو من هذه المعادلة شو يساوي لك؟ الاف لل بي على كوساين ثيتا. ليش؟ لان يعني كوساين ثيتا شو يساوي؟ يساوي مجاور الاف لل بي على الوتر، مجاور على الوتر، هذا انا اريد عندك الوتر. اذا الاف بي يساوي على كوساين الزاوية فاي، كوساين الزاوية فاي تمثل الزاوية لذراع التوصيل اللي تحسب من هاي المعادلة، الساين للفاي يساوي لك الساين الثيتا over n، ومن عند الفاي تساوي لك الساين اندرس ساين ثيتا over n. اذا طلعت عن الفاي ومن عندها راح استخدم هاي المعادلة الخمسة واجد القوة المحورية او القوة على امتداد ذراع التوصيل. نجي الان الى ثروست القوة، ايضا هنا عندك رد الفعل اللي عندك ثروست الضغط on the sided على الجوانب of the cylinder على جوانب جدران الأسطوانة، أو يمثل رد الفعل العمودي يمثل الـ Fn. من هذا أيضا هنا أرجع لهذا عندك الربط ما بين هذني القوتين، أنا عندي ظل الزاوية تان للفاي، تان للفاي هو عبارة عن المقابل على المجاور، إذا أنا أقدر أقول هذا المقابل هو عبارة عن الـ Ft في تان الزاوية، أو أقدر أستخدم هاي المعادلة F للكيو
بي ساين فاي، ومن عند الاف بي على كوساين فاي بي ساين فاي، ومباشرة تعطينا هذه نفس النتيجة، لأن الساين على كوساين هو تان، فالاف بي في تان بي فاي هاي المعادلة رقم 6 تعطيني هي القوة المسلطة على جيران الاسطوانة. إذن آني أول خطوة طلعت الاف بي اللي قلت هي عبارة عن الاف ال زائد الاف اي، ومن عندها راح طلعت الاف للكيو، وايضا طلعت الاف ان اللي هي تمثل لي رد الفعل على جيران الاسطوانه. نجي الان القوى المسلطه على الكرنك. عندي قوتين، القوه الاولى تكون القوه المماسيه او تمثل القوه اللي تولد لي عزم التدوير على الكرنك، وهذا راح استخدم هذا مثلث القوى. الوتر مالته هو عباره عن الاف للكيو، هذا الوتر، والى ضلعين، ضلعين، الضلع واحد هو الاف للتي تمثل القوة المماسية على الكرنك، والاف للبي، اف للبي هاي تمثل هي القوة المؤثرة او كرة فعل على المحامل اللي تسلل المكنة. لو رجعنا للسؤال او للشكل السابق تلاحظ هاي تمثل هي القوتين، هاي الاف للبي وهاي تمثل هي الاف للتي وهاي تمثل الاف للكيو، تتحل المركبتين، وحدة تاخذ الكوساين وحدة تاخذ الساين. الزاوية اللي عندي اللي استخدمها هي عبارة عن ثيتا زائد فاي. ليش هنا عندي؟ لان هنا عندي هذا الكرنك يميل بزاوية ثيتا، وعندك هذا يميل بزاوية فاي، اذا هاي الزاوية مجموعة هي عبارة عن ثيتا زائد فاي. فاذا قلت اف كيو في كوساين زاوية راح تعطيني الاف للتي، واذا قلت ايضا اف الكيو في ساين هاي الزاوية راح تعطيني الاف للتي. إذا طلعت الـ F لـ T عبارة عن الـ F Q في ساين ثيتا زائد فاي، وإذا عوضت عن الـ F لـ Q من هاي المعادلة رقم 5 يساوي الـ F لـ P على كوساين فاي، عوضتها فأصبحت كل هالمعادلة F لـ P على كوساين فاي في ساين ثيتا زائد فاي معادلة 7. ومعادلة ما يتمثل لك البيرنج، هذا ضغط الإسناد اللي عندك على المحامل، يتمثل الـ F لـ Q في كوساين ثيتا زائد فاي، وأيضا لعوضت الـ F لـ Q راح تكون الـ F بي على كوساين زاوية فاي في كوساين ثيتا زائد فاي المعادلة رقم 8. الآن نجي إلى عزم التدوير للكرنك، هو عبارة عن القوة المماسية لـ F لـ T في ذراع التدوير. فإذا F لـ T أنا وجدتها من هاي المعادلة عبارة عن الـ F لـ P في ساين ثيتا زائد فاي على كوساين فاي في الـ R، فتعطيني هي ذراع صندوق عزم التدوير بالنسبة المسلط على الكرنك. ناخذ مثال example. Find inertia forces. Find the inertia forces for the following data of the IC engine. الكور معنى القطر الاسطواني أو قطر المكبس مطينيا 175 ملمتر. الستروك طول الشوط مطينيا 200 ملمتر. والانجين سبيد سرعة الماكينة 500 rpm يعني تمثل الان للكرين. length of the connecting rod طول عندك ذراع التوصيل مطينيا 400 ملمتر. الكرنك انجل زاوية الكرنك 60 درجة from top dead center and الماس of the reciprocating part كتلة ترددية مطينية 180 كيلو. المطلوب من عندك السؤال find the inertia forces. انا عندي الانيرشيا فورسز قانون ايش يقول؟ هو عبارة عن الكتلة في التعجيل، هذا التعجيل يمثل التعجيل الى السيستم، اذا هي عبارة عن الام ار في الاوميجا تربيع في الار في كوساين ثيتا في كوساين 2 ثيتا اوفر ان. أنا أحتاج هنا الآن، الآن هو عبارة عن الـ L طول ذراع التوصيل على مقدار الكرنك، الـ R نص قطر الكرنك. هنا طبعا نص قطر الكرنك هو ما مطيني بالسؤال، بس إيش مطيني بالسؤال؟ مطيني الستروك. أنا عندي علاقة ثابتة الـ R اللي يمثل نص قطر الكرنك طول الكرنك، مطيني هو يمثل طول الشوط تقسيم 2، دائما طول الشوط تقسيم 2 إذا ما مطيني الكرنك مباشرة. إذا رسم مباشرة طلعته يساوي 0.1 على 2، ف 0.1 متر تقسيم الطول عندك للكونكتر عندك اللي هو يمثل لك 400، فنقول هنا المقدار 0.4 على 0.1 عندك هنا على 0.1 ويساوي لك 4. إذا طلعت الآن يساوي 4، الثيتا مطينيها بالسؤال، مطينيها بالسؤال هنا الثيتا 60 درجة. ومطيني عدد الدورات هو 500 معدة، طلع الأوميجا 2 باي في الآن تطيني مقدار الأوميجا 52.4، أعوض في هذا المقدار الـ FLI، إذا تطلع مقدارها
18530 نيوتن، أي ما يعادل 18.53 كيلو نيوتن. السؤال الثاني example 2: the crank pin circle radius، نصف قطر لدائرة البين crank of horizontal engine 300 ملم، أي متر يمثل الار للكرنك. The mass of the recuperating part، كتلة ترددية مطينيها 250 كيلوغرام، يمثل الام للار. When the crank has traveled 60 درجة from inner dead center، أي معنى تثيث المقدار جيد 60 درجة من الانر dead center. The difference between the driving and the back pressure، ما بين الضغط على وجهي عندك المكبس مطينيها جيد is 0.35 نيوتن على مليمتر، تربيعي مثل دلتا بي تغير الضغط. The connecting rod، ذراع التوصيل، طول ذراع التوصيل اللين between centers is 1.2 متر، and the cylinder pole، والمقدار قطر الاسطوانة مطينيها 0.5 متر، يمثل هنا طبعا هنا قطر للمكبس مطينيها 0.5 متر. If the engine runs 250 rpm، مثل عندك الان اذا طلع الاوميجا للماكينة، and if the effect of piston rod diameter is neglected، واذا كان تأثير المقطع القطر بالنسبة للconnecting rod نهمل، اي نهمل مقدار المساحة الصغيرة اللي تمثل الاي بحسابات الاف للاي. فcalculate، احسب لي pressure on the slide bar، تريد مقدار الضغط على السلايد بار، اي تمثل القوة عندك هنا رد الفعل العمودية، مثل الاف ام على جدران الاستواء، اف ام على جدران الاستواء. ثانيا الثروست ان ذا كونكتنج رود، اي تمثل الاف للكيو اللي هي القوة على ذراع التوصيل، على امتداد ذراع التوصيل الاف للكيو. ثالثا تانجينشال فورس، القوة المماسية اون ذا كرينك بين، يمثل القوة المماسية مسلطة على الكرينك بين. وأريد أيضا turning moment on the crank shaft، مثل عزم التدوير على الشافت الكرينك. نجي solution، الجبن المطينية R، طول الكرينك مطينية 300 rpm يعني دائرة الكرينك، نحولها 0.3 متر. MR الكتلة الترددية مطينية 250 كيلوغرام. الثيتا بالنسبة للكرينك 60 درجة. P1 ناقص P2 فرق الضغط مطينيها 0.3 على طرفي البستن أو على جانبي البستن 0.35 نيوتن على ملمتر مربع. طول ذراع التوصيل 1.2 متر. D مثل قطر للاسطوانة، قطر المكبس 0.5 متر أو ما يعادل 500 مليمتر. والآن تمثل لي عدد الدورات اللي يدورها الكرينك مطينيها 250 rpm، من عندها طلع الأوميجا 2 باي لنان أوفر 60، يطلع لي 26.2 راديان بير سكند. حتى أحل هذا السؤال أنا لازم أطلع مقدار أو المطلب الأول، يريد البرجر أون ذا سلايد بار يمثل الإف إم. أنا حتى أطلع الإف إم لازم أطلع الإف بي حسب القانون، إف بي في تايم الفاي. فتلاحظ هنا إذن الإف إم هذا قانونه يساوي لك الإف بي في تايم فاي، إذا لازم أطلع الإف للبي. الاف للبي انا عندي قانون مش يقول الاف للبي، هي عبارة عن الاف ال زائد ناقص الاف للاي. وهنا نستخدم الاشارة السالبة، ليش؟ لان احنا فرضنا حالة التعجيل acceleration، تستخدم الاشارة السالبة. اذا لازم اني احسب الاف ال واحسب الاف اي واجمعهم جمع جبري واطلع مقدار الاف للبي. نجي نسا نحسب الاف للاي. الاف ال هي قانونها بي 1 ناقص البي 2 في باي على 4 دي تربيع، وقلنا هذا نستخدمه مش وقت اذا باعتبار همل المساحة الصغيرة، مساحة المقطع لذراع التوصيل، هو اللي كرر السؤال قال اهمل مساحة القطر لذراع التوصيل، وعندي فرق الضغط مطينية اللي في 1 ناقص بي 2 يعطي مساحة الضغط، لان حسبت مقدار الاف ال مباشرة عبارة عن الضغط في مقدار المساحة. نجي نطلع الان، الان هي تمثل ال L over R ويساوي لك 1.2 over 0.3 ويساوي لك 4. نجي نحسب ال I F لل I اللي هي قوة القصور الذاتي، عبارة عن الكتلة في مقدار التعجيل، هذا التعجيل، ويمثل الأوميجا في ال R في كوساين تيتا في عند الكوساين 2 تيتا over M. نعوض ال M لل R هي 250، الأوميجا طلعناها 26 بوينت تربيع، P
في ال R يمثل بوينت 3 في كوساين في كوساين 60 درجة في كوساين 120 اللي هي 2 تيتا على 4 ويساوي لك هنا 19306 نيوتن. الآن نجي نحسب ال F لل D عبارة عن ال F كم ناقص ال F لل I، وقلنا الإشارة السالبة استخدمناها لاعتبار التعجيل. إذا أصبحت القوة تساوي 49424 نيوتن أو ما يعادل 49.424 كيلو نيوتن. الآن نجي نحسب البريشر اللي يمثل لك ال F لل M. ال F الآن حتى نحتاج ال F لل D احنا حسبناه، تبقى عندنا فقط ال Phi. ال Phi نحسبها من المعادلة ساين ال Phi يساوي ساين ثيتا أوفر N، ومعدة ساين 60 على 4 وتساوي 0.2165. من عندها راح ناخذ ساين انفيرس لهاي الطرفين، فساين انفيرس لهذا النقطة راح يعطيني 12.5 درجة. إذا أصبحت الـ F للـ M اللي هي تمثل قوة رد الفعل على جيران الأسطوانة هي المطلب الأول، تساوي لك الـ F اللي فيه في تان للـ Phi وتساوي 49.424 في تان 12.5 درجة ويساوي لك 10.96 كيلو نيوتن. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني يريد تروس إن كونكتنج رود، أي مثل القوة المحورية على الكونكتنج رود مثل الـ F للكيو. الـ F للـ Q إحنا ما نعرف قانون يمثل الـ F P على الكوساين الـ Phi، فنعوض الـ F P نعوض الكوساين Phi تطلع على 50.62 كيلو نيوتن. يريد التانجنشال فورس أون ذا كرينك بن. الـ F للـ T هي عبارة عن الـ F للـ Q في ساين الثيتا زائد الـ Phi، وتساوي لك الـ F للـ Q في ساين 60 هي الثيتا والـ Q 12.5، فتطلع لي 48.28 كيلو نيوتن. يريد التيرنينج مومنت، ويمثل التورك هو عبارة عن الـ F للقوة المماسية في الـ R، وتساوي 48.28 في بوينت 3 تساوي 14.484 كيلو نيوتن. Example 3 A vertical double acting steam engine. هنا تلاحظ الفرق، هنا قال لي vertical يعني معناته الماكينة هنا هي حالة vertical. إذا أنا انتبه لحسابات الـ F للـ P، هنا راح يدخل عندي تأثير الوزن اللي هو W للـ R. has a cylinder 300 مم diameter، قطر الأسطوانة جيب مطينيها 300 مم هي مثل قطر النفس نفسه 300 مم and 450 مم stroke، مطيني طول الشوط 450. أستفاد من عن طول الشوط أطلع مقدار الـ R يمثل عندك الكرينك الـ R يمثل 450 طبعا تقسيم 2 and runs وتدور بمقدار جيب 200 RPM. من الآن أطلع من عدد الأوميجا. The recuperating pulse has a mass، كتلة الترددية مطينية هي 225 كيلوغرام. And the piston rod is 50 ملمتر، مطيني هنا ما عندك القطر. بالنسبة عندك هنا البستن رود مطيني القطر للكونكتنج رود، أي هنا ما نهمل القطر بالنسبة للكونكتر مطيني 50 ملمتر. The connecting rod is 1.2 متر، طول الـ L للكونكتنج رود مطينية. When the crank has turned the throw، عندما يدور الكرينك مقدار شقد 125 درجة from top dead center. إذا الحركة راح تبدي منين؟ من top dead center ويتحرك المكبس. إذا هنا أرجع عندك للتأثير لمقدار الـ vertical double acting، وإحنا ذكرنا الـ vertical double acting. إذا هنا يكون الـ vertical engine، إذا المقدار الـ WR اللي راح أضيفه هنا راح يكون إشارته موجب. ليش؟ لأن الحركة راح تكون منين؟ من التوب dead center، من الأعلى إلى الأسفل. The steam pressure، ضغط البخار above the piston فوق المكبس مطينية 30 كيلو نيوتن على متر تربيع، and below the piston وأسفل البستن مطينية 1.5 كيلو نيوتن على متر تربيع. calculate، تحسب لي the effective turning moment، يريد المقدار عزم التدوير المؤثر on the crankshaft، إذا نريد التورك. نجي لعندك الفيبن، عندي أنا الدايمتر مطينية 300 ملمتر ويساوي 0.3 متر. ال L يمثل لك طول الشوط 450، من عندها راح أطلع ال R طول الكرينك مطينية L over 2 يساوي 225 ملمتر. عدد الدورات مطينية 200 RPM، من عندها أطلع الأوميجا 2 باي ال N over 60 يساوي لك 20.95 ريديان على سكن. ال MR الكتل الترددية هي 225 كيلوغرام، مطيني أيضا القطر بالنسبة للكونكتنج رود مطيني 50 ملمتر ويساوي 0.05 متر.
مطينا ايضا هنا طول الكونكتنج رود 1.2 متر. مطينا ايضا التيت الزاوية اللي صحة الكرنك هي 125، والضغط عندك اعلى البستم، والضغط ايضا اسفل عندك البستم. نجي الان نحسب المساحة. المساحة الاولى اللي هي الايوان، مساحة للمكبس اللي هي فوق المكبس 5/4 تي تربيع، 7/4 تي.3 تربيع، ويساوي 0.07 تربيع. نجي الان مساحة الكونكتنج ومساحة المقطع اللي هي ذراع التوصيل هي 4/4 في الدي تربيع، اللي هي مطين القطر هنا 0.05 تربيع، ويساوي لك اذا طلعت المساحة الاولى والمساحة الثانية. الان نجي نحسب الاف للاو اللي يتمثل صافي القوة الناتجة عن الاحتراق، تساوي لك البي 1 في الاي 1 ناقصا البي 2 في الاي 1 ناقصا الاي المساحة الصغيرة. نعوض الضغط الاول والمساحة الاولى والضغط الثاني والمساحة الاولى ناقصا المساحة الثانية، تطلع القوة مقدار جديد 2018 نيوتن. اذا طلعنا الاف ال، نطلع قيمة الان، الان يتمثل الال اوفر ار، تطلع لي 5.33. راح حسب الان قوة القصور الذاتي الاف للاي اللي يتمثل الام ار في ذراع عندك التعجيل، اللي هو الاوميجا تربيع في الار في كوساين ثيتا في كوساين 2 ثيتا اوفر ان. الثيتا هنا تمثل الزاوية اللي مطين الزاوية 125، فاعوض عندك تطلع لي سالب 14.2، يعني هنا طبعا طلعت اشارة سالبة. ليش؟ لان يعني الزاوية هنا طلعت الجذرية 125. الاف للبي حسب القانون هي عبارة عن الاف للال، هنا الاشارة خدنا ناقصا اعتبرنا هي تعجيل، اف للاي قوة القصور الذاتي زائدا قصور الذاتي زائدا هنا عندك الام ار في جي. هاي شو تمثل الام اف اف جي؟ هي تمثل بالحقيقة احنا ذكرنا بالقانون تمثل لي هذه تمثل لك يعني هذا المقدار، هذه يمثل هو الدبليو اللي ذكرنا احنا، الدبليو للار يعني الوزن، قوة الوزن الناتج عن الكتر الترددية. وهنا اخذنا اشارة موجبة. ليش؟ لان الحركة وذكرها بالسؤال قال منين؟ من فروم توب ديد سنتر، يعني من الاعلى يتحرك المكبس باتجاه الاسفل. فاذا عوضنا هنا القيم طلع هنا 2018 سالبة عن فرضنا هنا عندك اصلا تعجيل، والاشارة هاي السالبة هي طلعت لي منين؟ من الحسابات، يعني الزاوية 125 زاوية منفرجة، فاصبحت زائدة 225 في هي الكتلة في مقدار التعجيل الارضي، فطلعت 18.397 نيوتن. راح اطلع الزاوية للذراع التوصيل هي ساين الفاي، وقسم ساين ثيتا على الان، طلع هذا المقدار، اخذ له ساين انفر طلعت لي الفاي. من عندنا التورنينج مومنت هو عبارة عن قانون مباشر تساوي لك الاف للبي في ساين ثيتا زائد الفاي على كوساين الفاي في مقدار قيمة الار. هذا المقدار هو يمثل لك الاف للتي في مقدار قيمة الار. من عندنا راح يطلع مقدار العزم التدوير اللي هو 3021.6 نيوتن متر. عندنا هنا هوم وورك 1، هوم وورك 2، هوم وورك 3، ان شاء الله اتمنى تحلونهم، واي سؤال او استفسار انا حاضر للمحاضره ان شاء الله.